نكارة مكذوبة نكارة يا مكذوب اتعبوا بي يا مكذوب يا مكذوب اسمعني كلم رشيد وحسين وسليم وناجي ولما تشبعوا كله بيجي اي كله بيجي يا عبد مدفوني خل تغلق وتروق جيبهم يا ولدي جيبهم حتى اكبروا التنتين جيبهم فعلا تطيح شفاها روح يا تو باش تعيط لولاد عمك وباش تكبرها على الحكاية فهمني بالشوية انا والله لا فهمت اش بجيبك التوماس تو مش طايح فيها روح على يعجبك اش بجيبك التوماس انت تو التوماس متساس راني موجوع يا سي العجمي راني تقلبت يا سي العجمي كيفاش يقلبك التوماس اما نعرفه خطينا ما هو الناصر هذاك متساس عيط التوماس اش بجيبك لي يعجبك هاك توني معناتها تقول بجيبك لي اخي مش يخدموا في السياحه هاي توني معناتها يوصلوا يقلبوا لي الانجليز لي عمري كامل بلاد نقلب فيها جو يقلبونا تو ها نتوا ترى يقلبونا الانجليز ها يوصلوا يقلبونا الانجليز يا تويزر اش مشايبك الانجليز باش يقلبوك انت اش مشايبك ليه تصور لواحد مره قاوري جاي سايح لهنا والله العظيم بيع لام البويه بخمسة ملايين و200 وقت حطيتها على العنكوش مشي يتجانب كيما هكا ويخزر لي ام البويه صبتها يقلبوني ها يقلبوني تو وسع بالك فهمني تو والله لا فهمت الحكايه تو انت ما فهمتيش اش تدخل توماس في الانجليز فهمني توني قاعد في المطعم فيهاش حاجة فهمني الموضوع انت في قاعد في المطعم جات كار فيها 30 واحد انجليزي انجليزي اي حبوا باش ياكلوا في المطعم اخذوا وانت اش عندك في المطعم باش ياكلوا من عندك الانجليز تحديدك معي ما يفهمكش تكسير كرايب ولا انا نفهم ما فهمني الموضوع تو الانجليز ياكلوا عندك الانجليز يا ودي حبوا ياخذوا كابت الجرل وقدقها في المطعم نتاع يا محمد جاي تعاير فيه ولا جاي تطل عليا سي العجب انا فهمني الانجليز كيف يا ودي خذوا ما عندي 30 كعبه شابات هاي هذه كاين الحكايه بيني وبينك راني حبيت نتغرس فيهم نعطيهم على الكروم تقريبا هم عطوك على الكروم هاي كيفاش هاكا اعطيتهم كل شيء من بعد ما خذوا قداش حسبت لهم حسبت لهم الكعبه حسبت لهم ب 15000 كعبه شباتي ب 15000 ب 15000 طلعوا 450 حطهم انجليز اضرب